أسعد الله صباحكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى أخبار الصباح. صباح الخير يا أسامة. صباح الخير يا حنين، وصباح الخير على مشاهدي العربية في كل مكان حول العالم. بداية أسبوع جديد، حال العالم هذا الصباح. البداية كالمعتاد بالعناوين. حزب الله يستهدف قاعدة رامات دافيد بالجليل برشقات صاروخية متتالية، أما الجيش الإسرائيلي فيقول إنه اعترض معظمها. مسؤولون إسرائيليون يكشفون لأكسيوس أن التصعيد الإسرائيلي هدفه الضغط للتوصل لاتفاق يعيد سكان الشمال حتى لو ظلت مفاوضات غزة متعثرة. ترامب يرفض عرض هاريس بالمواجهة في مناظرة ثانية، ويعد بوصول الولايات المتحدة إلى المريخ عبر مركبة إيلون ماسك إذا فاز بالرئاسة. منصة إكس تتخذ خطوات قانونية لرفع الحظر عنها في البرازيل، والمحكمة تمنحها 5 أيام لتقديم أدلتها. نبدأ مشاهدينا من التطورات المتصاعدة في جنوب لبنان وشمال إسرائيل بعد الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية بغارات استهدفت قيادات قوة الرضوان في حزب الله، وبعد يومين من هجمات إلكترونية غير مسبوقة. صحيح، لكن أبرز التطورات خلال ساعات الليل كانت في استهداف عشرات الصواريخ للجليل الأعلى وجنوب حيفا. الهدف الأساسي كان هذه المرة هي قاعدة راميد دافيد التي تم استخدامها مجددا أو استهدافها بعد ساعات لثلاث مرات على مدار ليل أمس. بالفعل، وحزب الله أعلن إطلاق 100 صاروخ باتجاه هذه المناطق من نوع فادي 1 وفادي 2، استهدفت مطار وقاعدة رماد دافيد، فيما استهدفت صواريخ أخرى مدينة العفولة، كما دوت صافرات الإنذار في يوكون عام جنوب حيفا. هذا من جانب حزب الله، لكن من جانب الجيش الإسرائيلي أعلن أنه رصد نحو 10 عمليات لإطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل. أكد الجيش الإسرائيلي أيضا أنه تم اعتراض معظم هذه الصواريخ التي أطلقها حزب الله. נצרת, סולם, עילות, עפולה, שמשית, תל עדשים. הנה, הנה, ירוטים, מאמי, ירוטים. פה, פה. أيضا بعد هذه التطورات الميدانية، الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات جديدة تتعلق بوضع الجبهة الداخلية من حيفا وحتى الحدود الشمالية. من بين هذه القيود فرض قيود على التجمعات. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري قال إن الجيش مستعد دفاعا وهجوما، هذا طبعا مع توقعات بإطلاق حزب الله لصواريخ أخرى خلال الساعات المقبلة. وبالفعل يا أسامة، بينما نتحدث الآن، هناك بحسب مدير مكتبنا في فلسطين إطلاق رشخة إضافية
خلفية على ضواحي حيفا والجليل الأسفل. هناك ثلاثة إصابات طفيفة كذلك في كريات بيالك. بالطبع سنتابع كل هذه التطورات خلال الدقائق والساعات المقبلة. هجاري كذلك أضاف أن الجيش شن هجمة استباقية ناجحة على ضاحية بيروت أدت لمقتل قيادات قوة الرضوان. نحن نتخذ كل الخطوات المطلوبة ونطلعكم بأن السياسة الدفاعية بخصوص الجزء الشمالي في حيفا وباتجاه الجنوب في وضع خاص. التجمعات في المناطق المغلقة يمكن أن تصل إلى 300 شخص. نحن في حالة حرب وفي الساعات القريبة ستطلق صواريخ على البلاد، لهذا نطلب منكم الالتزام بالتعليمات. لافت كذلك يا أسامة، كان في حديث هجاري بالأمس عندما سئل من قبل الصحفيين إن كان هناك هجوم بري على جنوب لبنان، لم يجب على هذا السؤال وقال إن السيناريوهات كلها مطروحة، وهذا يعني ما يضع الجبهة على فوهة بركان الآن من انفجار بالفعل الوضع بشكل أكبر. يعني تابعنا هذه الغارات بالأمس، الغارات الإسرائيلية تحديدا، كانت هناك غارات خلال ساعات النهار أكثر من 100 غارة في وقت قصير جدا، وفي المساء كذلك كان هناك أكثر من 50 غارة في 40 دقيقة. لكن هو يعني طبقا عطفا على ما ذكرتيه بأنه دانيال هجاري لم يجب على هذا السؤال، المسؤولين الإسرائيليين يتجنبون الإفصاح عن نيتهم المقبلة، لكن مسؤولين أمريكيين يعني قبل ساعات كانوا يتحدثون لصحيفة The Wall Street Journal أكدوا بأنه لا نية لدى المسؤولين الإسرائيليين في غزو بري، لكن هم يتحدثون عن ربما تصعيد كبير على الجبهة خلال الساعات المقبلة، ربما هذا يأتي من خلال تكثيف الضربات والطلعات الجوية. لكن الآن نحن نتحدث كذلك عن المزيد من الجماعات تدخل على خط هذه الضربات، وربما حديث عن جماعات من العراق كذلك، سواء يعني تطلق صواريخ من داخل العراق أو حتى من أماكن تمركزها في داخل الأراضي هناك السورية. اعتراض كذلك قالت يعني أعلنت عنه إسرائيل صحيح. اعتراض لصواريخ قادمة من العراق، ولكن بما قلته لصحيفة وول ستريت جورنال كذلك هناك مسؤولون أمريكيون قالوا للعربية إنجليش أنه لا يوجد تحركات بما يتعلق بقوات تحرك بري أو هجوم أوسع من هذه الحدود التي، ولكن سنرى هي صحيح بكل تأكيد. بكل تأكيد. لكن أكثر تصريح كان لافتا هو التصريح الذي أدلى به وزير الدفاع الإسرائيلي قبل يومين في مسألة أنه الجبهة الشمالية ستشهد أياما حاسمة، لذلك يتوقع الجميع بأنه الأيام المقبلة ربما تشهد المزيد من التصعيد، وربما يعني المخاوف جميعها تنصب في نطاق واحد أنه الجميع لا يتحدث عن حرب، لا يبحث عن حرب، لكن ربما يذهب الجميع إلى الحرب حتى بأن تقودهم الأحداث الميدانية على الأرض، وهذا ما يتخوف منه الجميع بكل تأكيد. ساعة دقيقة صحيح. يعني دقيقة جدا التي يتحدث عنها المسؤولون الإسرائيليون. ولكن كان لافت جدا أن هناك استطلاع رأي لمعاريف نشر بالأمس يقول أن 60% من الإسرائيليين يؤيدون الهجوم على جنوب لبنان، وهذه ربما يعني في مؤشر بأن الشارع يسير باتجاه ما يريده نتنياهو بالفعل. إن كان الهجوم سيتوسع، هم يؤيدون هجوما بريا على لبنان، هذا كان لافتا جدا. 20% قالوا إنهم لا يؤيدون، بينما 20% كذلك قالوا إن الموضوع لا يعنيهم على الإطلاق. نتمنى طبعا بأنه يعني تستقر الأمور ويعني يسلم الله لبنان من كل شر ومن كل سوء في هذه الأيام الصعبة بكل تأكيد. بكل تأكيد. إذن وفي السياق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا إلى اجتماع عاجل مع وزراء
وقيادات في الجيش من أجل مشاورات أمنية. أيضا مسؤول إسرائيلي قال لهيئة البث أن المستوى السياسي قرر المضي قدما في الهجمات ضد حزب الله، فيما قالت صحيفة يدعوت أحرنوت أن التأهب في الشمال وصل إلى ذروته. كما أكد قائد القوات الجوية الإسرائيلية أن سلاح الجو هو الآخر في أعلى حالة تأهب ممكنة. قوة النخبة التابعة لحزب الله تفقد كبار قادتها بضربة إسرائيلية في معقل الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت. الغارة التي نفذتها طائرة F-35 قضت على قائد قوات النخبة في حزب الله قوة الرضوان وقادة آخرين. قوة الرضوان هي رأس حربة لدى حزب الله، وجنودها مدربون على التوغل عبر الحدود. قوة الرضوان تعرف أيضا بقوات الحاج رضوان، حملت الاسم الحركي لمؤسسها عماد مغنية بعد اغتياله في دمشق عام 2008. أما فيما يخص قادة قوة الرضوان الذين قضت عليهم إسرائيل، فهم يوجدون هرميا في القيادة العليا، يتقدمهم إبراهيم عقيل الاسم البارز بين ضحايا الغارة الإسرائيلية. هناك قادة آخرون من قوة الرضوان قتلوا في الغارة، بينهم القائد البارز أحمد وهبي الذي أشرف على العمليات العسكرية لقوة الرضوان حتى أوائل العام الجاري. قتلى الغارة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية ظهروا في صور مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل بغارة أمريكية في بغداد مطلع 2020، فيما ظهر إبراهيم عقيل بصحبة محمد رضا زاهدي الجنرال في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، والذي قتل هو الآخر بغارة إسرائيلية استهدفت قنصلية طهران في دمشق أبريل الماضي. قيادة حزب الله وبعد 24 ساعة من الغارة الإسرائيلية كلفت علي رضا عباس بقيادة قوة الرضوان، وعينت علي موسى دقدوق مساعدا له، وذلك وفق مصادر العربية التي أضافت أنه تم اختيار كل من علي كركي لقيادة الوحدات العسكرية وطلال حمية لقيادة الوحدات الأمنية في المرحلة المقبلة. رمضان بلعمري، العربية. طبعا عطفا على التطورات الأخيرة نشير كذلك إلى هذا الخبر العاجل الذي ينقله مراسل العربية عن اعتراض مسيرة فوق مطار رامون بإيلات. يبدو أن الأمور تتجه نحو المزيد من التصعيد، لكن بكل تأكيد سنبقي عينا على هذه الأحداث. في ذات الإطار أيضا موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن هجماتهم المتزايدة ضد حزب الله لا تهدف إلى إثارة الحرب، لكنها محاولة للتوصل إلى وقف التصعيد من خلال التصعيد. المسؤولون قالوا إن إسرائيل تعتقد أن ممارسة المزيد من الضغوط على حزب الله قد يدفع الحزب إلى الموافقة على اتفاق دبلوماسي يعيد المواطنين إلى شمال إسرائيل وجنوب لبنان، بغض النظر عن المفاوضات المتعثرة لوقف إطلاق النار في غزة. الموقع نقل أيضا عن مسؤولين أمريكيين أنهم يتفقون مع إسرائيل، لكنهم أكدوا أن هذه معادلة صعبة للغاية، يمكن أن تخرج بسهولة عن نطاق السيطرة وتؤدي إلى حرب شاملة. وبالفعل كما ذكرنا يا أسامة، العربية إنجليش نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه لا توجد مؤشرات على استعداد إسرائيل لغزو الأراضي اللبنانية، لكن هناك توقعات بتصعيد كبير بين حزب الله وإسرائيل خلال الأيام القادمة. أيضا السفارة الأمريكية في لبنان أعلنت في بيان لها تحديث تحذيرها بشأن السفر إلى لبنان بسبب التصعيد الأخير بين إسرائيل وحزب الله. بيان السفارة أضاف أن الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة لبنان عبر رحلات السفر المتاحة حتى الآن، كما دعت السفارة مواطنيها إلى زيارة موقعها الإلكتروني للحصول على المزيد من المعلومات. ومن ناحية أخرى، أفاد مراسل العربية بأن الدفاعات الإسرائيلية اعترضت مسيرات فوق مدينة الجولان قادمة من الأراضي العراقية. أما فيما يتعلق بالتصعيد في الضفة الغربية، مراسل العربية أفاد بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله بأعداد كبيرة من الجنود والمدرعات من المدخل الشمالي لمدينة البيرة. مراسل العربية أضاف أن القوات الإسرائيلية توغلت في وسط المدينة وشنت أيضا حملة اعتقالات في محافظات الخليل وجنين وقلقيلية والقدس.
ومن الضفة الغربية إلى غزة مشاهدينا، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط استخبارات بارز في حماس يدعى محمد منصور، وذلك في غارة جوية على القطاع. الجيش قال، والذي نشر مقطعا للاستهداف، قال إن منصور كان مصدرا مهما للمعرفة التكنولوجية في الاستخبارات العسكرية لحماس. أشار كذلك إلى أنه قصف 20 هدفا في أنحاء غزة، قال إنها مواقع عسكرية تابعة لحماس. أيضا في مأساة إنسانية جديدة، خلف قصف صاروخي إسرائيلي على مدرسة للنازحين بحي الزيتون جنوب شرق غزة، خلف 22 قتيلا بينهم 13 طفلا وست نساء، بالإضافة إلى عشرات الجرحى وأيضا عدد من المفقودين. مراسل العربية زميل خضر الزعنون رصد الواقع من داخل المدرسة. قصف إسرائيلي جديد يأتي هذه المرة على مدرسة الزيتون، هذه المدرسة في حي الزيتون التي تأوي آلاف النازحين. هذا الصاروخ الإسرائيلي أتى على الجزء الأكبر من هذه المدرسة وأدى ذلك إلى سقوط أعداد من الضحايا ومن المصابين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بعضهم عبارة عن أشلاء، تم نقلهم عبر طواقم من الإسعاف والدفاع المدني الفلسطيني إلى مستشفى المعمداني، هذا المكان الذي يعج بالمواطنين ويزدحم. حي الزيتون الذي لا زالت الآن الحربية الإسرائيلية تتوغل به منذ أيام كثيرة، حيث أتى ذلك على العديد من المربعات السكنية لفعل الغارات الإسرائيلية وأيضا لفعل القصف المدفعي من قبل الآلة الحربية الإسرائيلية. المواطنون هنا أطفال وكبار يطالبون بالأمان وأن يكون هذا المكان كباقي الأماكن في العالم أجمع. لقناتي العربية والحدث، خضر الزعنون، غزة. أخبار الصباح مستمرة مشاهدينا، تتابعون فيها بعد قليل. ترامب يطلق عملته الرسمية من الفضة الخالصة بعد أن صممها بنفسه. لدينا أيضا بعد الفاصل، أوكرانيا تقول إن روسيا ستشن ضربات على منشآتها النووية في فصل الشتاء. أهلا بكم من جديد. نذهب هذه المرة إلى الولايات المتحدة والتطورات المرتبطة بالانتخابات بكل تأكيد. المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب رفض عقد مناظرة ثانية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس. ترامب قال أمام حشد من أنصاره في نورث كارولينا إن الأوان قد فات لخوض مناظرة ثانية مع كامالا هاريس. The problem with another debate is that it's just too late. Voting has already started. She's had her chance to do it with Fox. You know, Fox invited us on, and I waited and waited, and they turned it down. They turned it down. But now she wants to do a debate right before the election with CNN because she's losing badly. You know, it's like a fighter. She sees the polls. She sees what's happening. She's losing badly, but it's like a fighter who goes into the ring and gets knocked out. The first thing he says is, I want a rematch, I want a rematch. ترامب يقول إن كامالا تخسر في استطلاعات الرأي، ولكن في الحقيقة استطلاعات الرأي تشير إلى تفوقها عليه. لكن بما يتعلق بالمناظرة، حملة المرشح الديمقراطية لرئاسة كامالا هاريس قالت إنها قبلت دعوة شبكة CNN لعقد مناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب في 23 من أكتوبر المقبل. تحدث حملة هاريس منافسها لقبول الحضور، خاصة وأنها تجرى بنفس الصيغة والإعداد لمناظرة CNN التي حضرها، وقال إنه فاز بها في يونيو عندما أشاد ترامب بمشرفي الشبكة وقواعدها وتقييماتها. وهذه النقطة دائما ما أثارت الجدل حول من فاز في المناظرة أمام يعني ما بين ترامب وبايدن. هل ترامب هو من فاز على بايدن أم أنه بايدن لظروفه الصحية ولظروفه المرتبطة بحالته الصحية وما إلى ذلك كان غير مؤهل أصلا لخوض هذه المناظرة، ناهيك طبعا عن الضغوط التي مورست من قبل كبار الديمقراطيين سواء نانسي بيلوسي أو باراك أوباما. في ظل هذه الضغوط كان يذهب بايدن لإجراء هذه المناظرة في ظل الحديث عن ضرورة تخليه
عن السباق الانتخابي وما إلى ذلك. لكن وتعززت كذلك هذه الرؤية بعد ما وصف بالإخفاق من قبل ترامب أمام هاريس في المناظرة بأنها كانت مستعدة أكثر منها، فبالتالي تمت المقارنة، عادوا لمقارنة مناظرة بايدن مع ترامب. ولكن بكل الأحوال يعني ترامب مناظر شرس جدا، ربما لم يكن يتمتع بحتى فكاهته المعهودة في المناظرات، وكان متجهم لحد كبير في هذه المناظرة بشكل بالفعل كبير، وهي ربما غلبته بحسب من يدعمها بتعبير الوجه وحتى استفزازه، يعني قامت باستفزازه أكثر من مرة ولم يركز على النقاط، ولكن هو يريد فوكس وهي تريد سي ان ان. وكان عرض في الرابع من سبتمبر عليها بالفعل إجراء مناظرة في فوكس لكنها رفضت. لا مناظرة يبدو صحيح. حتى لكن تأتي الانتخابات. في كل الأحوال لدينا فقط الآن مناظرة في أكتوبر المقبل، هذه المناظرة ستقتصر ما بين تيم وولز وجيدي فانس، هي المناظرة الأخيرة على ما يبدو ما بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس في الولايات المتحدة. لكن الآن ومع بداية المرحلة النهائية من الانتخابات الرئاسية، المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تدخل الأسابيع الأخيرة من حملتها بمبالغ قياسية جمعتها في التبرعات، حتى هذه الأموال تفوق ما جمعه منافسها دونالد ترامب. هو سباق آخر بكل تأكيد محتدم بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. ففي أغسطس جمعت اللجان الديمقراطية أكثر من ضعف ما جمعه ترامب، ليقول الجمهوريون في مجلس النواب وفق CNN بأن مبلغا مكونا من 6 أرقام تبرع به إيلون ماسك لدعم حملة دونالد ترامب. هذه أخبار حتى ربما يعني هناك الكثير من الجدل حولها، لأن إيلون ماسك ربما كان نفاها سابقاً. لكن في الأرقام بفارق 190 مليون دولار، يعني هذه الأرقام التي منحت كامالا هاريس ميزة على ترامب المالية والتي كان قد تفوق بها على جو بايدن قبل انسحابه، أي أنها جمعت أكثر من 4 أضعاف مبلغ 44 مليون و500 ألف دولار، وهو المبلغ الذي قالت حملة دونالد ترامب أنه تدفق إلى حسابات حملته الشهر الماضي. أما الشهر الماضي وبحسب البيانات الأخيرة، فحملة هاريس أنفقت نحو 174 مليون دولار مقابل 61 مليون دولار أنفقتها حملة الجمهوري دونالد ترامب. وكذلك معظم إنفاق حملة هاريس كان في الإعلانات بنحو 135 مليون دولار وحوالي 6,400,000 دولار إلى نفقات والرواتب، و4,500,000 دولار للتواصل عبر الرسائل النصية، فيما كان لشراء الإعلانات حصة الأسد في حملة الجمهوري دونالد ترامب فقد أنفق باتجاهها أكثر من 47 مليون دولار. طبعا في نقطة مهمة جدا لها علاقة بالإنفاق من قبل رجال الأعمال، صحيح هناك شك حول موضوع إيلون ماسك، ولكن مثلا رجال أعمال كميلاني تيموثي ميلن قد أنفق 90 مليون دولار لوحده لترامب. هذه كما تقول ماجا بأنها ستساهم في التساوي أو الفرص المتساوية في الولايات المتأرجحة، والتي هي بكل تأكيد تحسم السباق. صحيح. يعني الولايات الجمهورية أو الحمراء، ولايات الحسم كما تقدمها الزميلة نادية البلبيسي، يعني صحيح. ولكن يعني الولايات الجمهورية هي يعني بكل تأكيد محسوبة لترامب كما يظهر، ولكن هي الولايات المتأرجحة، وهذا ما تقول هي طبعا تلعب الدور الكبير، إنها كل النفقات أو كل التبرعات تذهب إليها بشكل خاص زي ما بيقولوا هانت. هانت صحيح. أيضا في إطار الوعود الانتخابية، الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب قال إنه إذا فاز في الانتخابات في نوفمبر المقبل فإن الولايات المتحدة ستصل إلى المريخ قبل نهاية فترة رئاسته. ترامب أضاف أن مالك شركة سبيس إكس ومؤيده إيلون ماسك أطلق صواريخ فضائية لأنهم يريدون الوصول إلى المريخ قبل نهاية فترته الرئاسية الثانية حال فوزه في الانتخابات. طبعا كان إيلون ماسك بالفعل قد قال سابقا أن المركبة الفضائية ستارشيب غير المأهولة يمكن أن تنطلق نحو المريخ في غضون 2 عامين، وإذا نجح الهبوط على هذا الكوكب فقد تتم أولى عمليات إطلاق مأهولة إلى المريخ في غضون 4 سنوات.
لطالما تحدث إيلون ماسك حتى عن الإنترنت في المريخ. يعني صحيح طموحه يعني كبير في المريخ. ويبدو أنه الآن هناك توافق في الطموحات، ليست فقط فيما يتعلق بالولايات شراكة. المتحدة ولا بتحديد الإنفاق في الولايات المتحدة، لكن كذلك ربما هناك المريخ. استعمار للمريخ، توجه نحو المريخ. كذلك في خطوة لافتة جدا كانت هناك إشارات عليها سابقا، أعلن ترامب عن إطلاق عملة باسم عملة ترامب الرسمية، مؤكدا أنه صممها بنفسه. كشف ترامب عن أن الإصدار الأول هو العملة الفضية سيتوفر اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل. أرفق الرئيس الأمريكي السابق الموقع الرسمي لشراء العملة realtrumpcoins.com، والتي تعرض فيه العملة بمقابل $100 أمريكي. We are announcing the launch of Trump Coins, a true symbol of American greatness. Trump coins are designed by me and minted right here in the USA. This beautiful limited edition coin commemorates our movement, our fight for freedom, prosperity, and putting America first. We always put America first. طبعا اللافت في هذه العملة أنه هي أونصة واحدة فقط من الفضة، ويبلغ سعرها $31 طبقا لأسعار الفضة في السوق، لكن هذه أونصة واحدة هو يبيعها ب100 دولار. يبدو أنه قام بسقها بنفسه، لكنه أكد أنه ليس الهدف منها الاستثمار ولا أنها عملة، وقال أنه يعني من الممكن كتذكار. لكن يذكر أيضا بأنه له الكثير من الهدايا التذكارية والأمور التي قام بعرضها، سواء أحذية سواء خاصة به، وصل أسعار بعضها إلى $400. لكن اللافت بأنه يعني ثمن يعني عملة واحدة ثمن تتجاوز يعني السعر الأونصة الواحدة بها يوازي 3 أونصة من الفضة. يعني سنبقى بالموضوع الأمريكي، ولكن قبل ذلك سنذهب إلى هذه الصور المباشرة من حيفا التي تعرضت كذلك. هناك استهداف لمبنى بشكل مباشر في حيفا، استهدافات كذلك بصواريخ كاتيوشا منذ صباح اليوم على حيفا في إطار التصعيد وربما الرد الذي تتوقعه إسرائيل خلال 24 ساعة، وهذا بحسب ما قاله الجيش الإسرائيلي. طبعا يذكر بأنه نذكر بما ذكرناه في بداية هذه الساعة من أخبار الصباح، وهي التعليمات الجديدة التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي بوضع الجبهة الداخلية من حيفا وحتى الحدود الشمالية، من بين هذه طبعا القيود التي تحدث عنها وتغييرات في الجبهة الداخلية في إسرائيل، هي فرض قيود على التجمعات. ولكن يعني كما نتابع هذه الصور التي تأتينا مباشرة من حيفا، ويظل السؤال والترقب يا حنين هو سيد الموقف على ما يبدو خلال الساعات والأيام المقبلة، لأنه خلال يعني 72 ساعة الماضية يعني كان هناك تغيرات كبير بالفعل في الميدان. تقريبا إسرائيل ألغت قواعد الاشتباك، ولكن إضافة إلى ما تتحدث عنه في الجبهة الداخلية، يعني مدينة عكا ونهرية كذلك كانت هناك إجراءات ومناطق محاذية لها، أعلنت تعليق المدارس، وهذا في إطار ترقب كبير في هذه المناطق. وطبعا يعني منطقة جورشدان كما تقول إسرائيل عنها، وهي منطقة حيفا، هي أكبر تخوف في هذا الإطار من استهدافها كذلك ميناء حيفا. هذه خطوط حمر لا يتجاوزها عادة خلال على الأقل 12 شهرا أو 11 شهرا مضت، ولكن سنرى بكل صحيح. تأكيد ما تحمله صحيح. الساعات المقبلة من التصعيد، خاصة وأن حزب الله تلقى ضربات قاسية جدا، وهناك تشكيك كبير بقدرته على الرد، خاصة إذا ما تحدثنا عن رده على مقتل فؤاد شكر، جاء بعد 20 يوما، وكان بحسب الكثير من المراقبين غير متكافئ مع الضربة التي تلقاها. بكل تأكيد نحن أمام ترقب شديد، خاصة أيضا في ظل يعني كما ذكرت ليس حزب الله وحده، ولكن ربما حتى يعني الحوثيين في اليمن هم يعني الآخرون يهددون، وربما حتى تم إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل قبل ساعات، وحتى مجموعة من الفصائل المسلحة أيضا في العراق هي الأخرى تهدد لتعود من إلى الواجهة من جديد. وأطلقت مسألة مسيرة. التصعيد وتم إطلاق مسيرات بالفعل. لكن نعود من جديد إلى متابعتنا لآخر الأمور المتعلقة والأخبار المتعلقة بالانتخابات الأمريكية. رجل واحد قد يحدد نتيجة الانتخابات الأمريكية القادمة، فبحسب صحيفة نيويورك تايمز، وقف عضو جمهوري واحد في مجلس الشيوخ عن مدينة أوماها بولاية نبراسكا
يدعى مايكل ماكدونيل أمام ترامب والجمهوريين كذلك. بالفعل ماكدونيل وقف ضد تغيير نبراسكا من ولاية تقسم أصواتها الانتخابية حسب الدائرة الانتخابية إلى ولاية تمنح جميع الأصوات للفائز على مستوى الولاية. فإذا فازت هاريس بولايات بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن من جهة، وفاز ترامب بولايات نيفادا، أريزونا وجورجيا ونورث كارولينا، فإن هذا الصوت الانتخابي الواحد سيكون الفارق بين فوز نائب الرئيس ب 270 إلى 268 في المجمع الانتخابي، أو التعادل 269 ل 269 بكل تأكيد. طبعا في حالة التعادل كما هو معروف سيحدد مجلس النواب الفائز، ليس من خلال الأصوات لأعضاء مجلس النواب، ولكن من خلال دعم كل وفد ولاية. من الولايات المتحدة إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية أعلن عن إصابة نحو 12 شخصا خلال قصف روسي على أحد المباني السكنية بالمدينة، كما قال كذلك أنه تم إجلاء العشرات من سكان المبنى إلى أماكن آمنة. رئيس بلدية مدينة خاركيف أعلن أن عدد من سيارات المدنيين قد احترقت بعد سقوط قنبلة روسية قرب مبنى سكني آخر. وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها قال إن روسيا تعتزم شن ضربات على منشآت نووية أوكرانية قبل حلول فصل الشتاء، مطالبا الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحلفاء كييف بوضع بعثات مراقبة دائمة في محطات الطاقة النووية في بلاده، خاصة التي تلعب دورا حيويا لضمان التشغيل الآمن للطاقة النووية. على ذكر هذا التصريح حنين، يعني كنت أجري مقابلة مع رافائيل جروسي مدير العام للوكالة الدولية، وهو أكد بأنه كل محطات الطاقة النووية في أوكرانيا بها أعضاء وبعثات مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن هو لفت الانتباه إلى نقطة أخرى وهو تدمير محطات الطاقة التي تولد هذه المحطات الطاقة النووية بالكهرباء وبالطاقة، وبالتالي يعرض هذه المحطات الطاقة النووية للخطر، لأنه طبعا هناك مسألة الحفاظ على درجات الحرارة في المحطات التي تحتوي على مفاعلات نووية، وهو هنا يعني هنا هذه هي النقطة الخطيرة التي تحدث بها رافائيل جروسي تحديدا. لكن في كل الأحوال فيما يتعلق أيضا بروسيا وأوكرانيا ومسألة المباحثات، روسيا أبدت عدم رغبتها في المشاركة في قمة ثانية للسلام في أوكرانيا مع أوكرانيا المقرر عقدها في نوفمبر المقبل. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت في بيان إن هدف القمة هو الترويج لصيغة زيلنسكي غير القابلة للتطبيق بصفتها الأساس الوحيد لحل النزاع وحشد الدعم لها من غالبية دول العالم. إلى فرنسا الآن، حيث انتقد زعماء أقصى اليسار وأقصى اليمين الحكومة اليمينية لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، والتي أعلنت تشكيلتها بعد انتظار استمر أسابيع. زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري جان لوك ميلانشون قال أو أشار إلى التخلص في أسرع وقت ممكن من هذه الحكومة، بينما اعتبر زعيم التجمع الوطني اليميني جوردان برديلا أن الحكومة تؤشر إلى عودة الماكرونية نسبة بالطبع للرئيس إيمانويل ماكرون ولا مستقبل لها. من فرنسا إلى ألمانيا، حيث تواجه الحكومة الألمانية امتحانا انتخابيا جديدا اليوم، إذ تصوت ولاية ألمانية شرقية ثالثة في انتخابات محلية يتصدر فيها استطلاعات الرأي حزب البديل من أجل ألمانيا الذي كان قد فاز في انتخابات محلية قبل أسبوعين. في كل الأحوال مراسلة العربية الزميلة رغدة بهنام زارت الولاية ولديها الكثير من التفاصيل. لا تأبه أدلين أويم كثيرا بأنها المرشحة السوداء الوحيدة في الانتخابات المحلية في ولاية برندنبورغ هذا الأحد، فهي من أصل كاميروني وفخورة بذلك. ولا يزعجها أيضا كون المدينة الصغيرة التي ترشحت فيها كوتباس ذائعة الصيت بسبب التظاهرات الأسبوعية ضد اللاجئين التي ظلت تخرج لأشهر قبل سنوات.
ولكن اعتداء سيدة عليها قبل أسبوعين وهي تعلق يافطات انتخابية أمام عائلتها وإهانتها لها بسبب لون بشرتها تركها تشعر بالصدمة. كانت المرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما في كوت باس. كانت صدمة لأنه لم يسبق لي أن تعرضت لشيء من هذا المثيل، حتى الإهانات التي تعرضت لها والاعتداء الجسدي، ولكن هذا منحني تحفيزا إضافيا للقتال. تنافس أويم المرشحة عن الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ نائبا حاليا عن حزب البديل لألمانيا المصنف من المخابرات بأنه يميني متطرف ويتصدر استطلاعات الرأي. الوضع صعب ومحزن بأن لديهم هذا الدعم الكبير في أجزاء كبيرة من ألمانيا الشرقية، وآمل ألا يفوزوا لأن هذا مقلق للمستقبل. صعود البديل لألمانيا وفوزه في ولاية شرقية قبل أسبوعين يقلق السياسيين الألمان وأيضاً من هم من أصول مهاجرة مثل أويمو، فهو يدعو لترحيلهم ولا يعتبرهم ألماناً. برندنبورغ ولاية ألمانية شرقية جديدة يتصدر فيها حزب البديل لألمانيا استطلاعات الرأي، ما يشكل تحديا جديدا حقيقيا لحزب المستشار الألماني أولاف شولتز الحزب الاشتراكي الذي يقود الحكومة المحلية حاليا. راغدة بهنام، العربية، من مدينة كوتباس. طبعا براندنبورغ تشهد منافسة مواجهة بين حزب البديل والحزب الديمقراطي الاشتراكي، يعني الحزبان المتعارضان تماما، صحيح، لأقصى اليمين وأقصى اليسار، ولكن يعني في إشارة إلى تفوق حزب البديل في هذه الولاية تحديدا. حزب البديل حصل في آخر استطلاعات للرأي على 28% مقابل 27% لكذلك الحزب الديمقراطي الاشتراكي، فلا يوجد هناك فرق كبير، ولكن هذا يمكن أن يذهب باتجاه التعطيل، خاصة وأن هو كبيرة مع بقية الأحزاب مثل الخضر وغير ذلك. في كل الأحوال هناك تغيرات كبيرة وكثيرة فيما يتعلق بالتوجهات السياسية والاجتماعية في أوروبا، تابعناها كما حدث في فرنسا والآن نتابعها في ألمانيا، وسبق ذلك كما كنا تابعنا في إيطاليا، لكن على النقيض، ويعني هذا غريب للغاية، جاءت الأمور مناقضة تماما في بريطانيا التي انفصلت عن الاتحاد الأوروبي. لكن بكل تأكيد ربما هل نتجه نحو موجة جديدة من هيمنة اليمين على الحياة السياسية في أوروبا؟ بكل تأكيد لا نعلم بعد مناورة ماكرو، يعني كما ذكرت في الأخير. وعموما هذه النتيجة في ألمانيا اليوم هي مهمة جدا، لأنها ستشكل يعني صحيح نقطة فارقة بالنسبة لأولاف شولتز بعد بالطبع الخسارتين التي تلقاها في بداية الشهر الحالي أو نهاية الشهر الماضي، ولكن الآن إذا فاز حزب البديل فستكون هناك كذلك تحدي أكبر بالنسبة لأولاف شولتز. سترسم كذلك المسار القادم يعني في الانتخابات المقبلة. دائما ما يقولون من يعني يضع النقطة الأولى يعني تسير خلفه الكثير من الجماهير، فربما يعني لا نتنبأ بالكثير، لكن كما يقولون ساعات قليلة ونعلم النتيجة بإذن الله. في كل الأحوال أخبار الصباح مستمرة معكم ولدينا فيها بعد هذا الفصل. بعد منصات ميتا، تيك توك تحذف حسابات وسائل الإعلام الرسمية الروسية. ولتعزيز الذاكرة وعلاج الخرف، تقنية جديدة تتلاعب بموجات الدماغ أثناء النوم. أهلا بكم من جديد. تصدر المرشح الماركسي للرئاسة في سريلانكا أنورا كومار السباق وفق ما أظهرت نتائج أولية رسمية. بلغت نسبة المقترعين لصالح كومار أكثر من 60% من بين 164 ألف بطاقة تم فرزها من أصل أكثر من 700 ألف. بنسبة المشاركة كذلك بلغت في انتخابات السبت 76% من أصل 17 مليون ناخب مسجلين. من المتوقع صدور أيضا النتائج النهائية اليوم. بعد مئات التفجيرات التي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكي لحزب الله في لبنان، دعا الرئيس الفنزويلي قبل أيام نيكولاس مادورو حكومته ومؤيديها كذلك إلى عدم قبول الأجهزة الإلكترونية كهدايا لعيد الميلاد. حذر بالفعل الرئيس في بيان من الهواتف والأجهزة المحمولة، كما طلب مادورو من كل الوزارات والمؤسسات والشركات التابعة للدولة أعطاء أولوية لشراء مصنوعات يدوية وألعاب مصنوعة في فنزويلا
لتبادل الهدايا خلال احتفالات عيد الميلاد الذي تحتفل به فنزويلا مبكرا هذا العام. أعلنت منصة إكس تعيين ممثل قانوني لها في البرازيل في خطوة أولى قد تمكنها من استئناف تقديم خدماتها في البلاد، لكن قرارا قضائيا أمر بإبقاء الحظر عليها إلى حين استيفائها متطلبات أخرى. قاضي المحكمة العليا البرازيلية قال إن منصة إكس لم تستوفي بعد جميع متطلبات إنهاء الحظر، مانحا إياها 5 أيام لتقديم مستندات إضافية. كذلك أيضا القاضي يخوض نزاعا قانونيا منذ مدة طويلة مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك مالك المنصة في إطار حملته للقضاء على المعلومات المضللة في البرازيل. وجاء قرار حظر منصة إكس الشهر الماضي بعد رفض إيلون ماسك إزالة عشرات الحسابات اليمينية المتهمة بنشر أخبار زائفة وعدم تعيين المنصة ممثلا قانونيا جديدا لها في البرازيل. كذلك لا تقتصر أزمات إيلون ماسك القضائية على البرازيل وحدها، تعتزم هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية فرض عقوبات على إيلون ماسك بسبب عدم حضوره للإدلاء بشهادته في تحقيق يتعلق باستحواذه على شركة تويتر التي تسمى الآن بإكس، بحسب ما ذكرت الهيئة التنظيمية في ملفها القضائي. بالفعل في وقت سابق من هذا العام أمر قاضي فيدرالي ماسك بالإدلاء بشهادته كجزء من تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصة في صفقة استحواذ الملياردير الأمريكي على منصة تويتر سابقاً بقيمة 44 مليار دولار. حذفت منصة تيك توك حسابات وسائل إعلام رسمية روسية مثل RT International وعدد من فروع شبكة سبوتنيك الإعلامية، ذلك بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة على وسائل إعلام روسية. لم تعلق تيك توك بعد على هذه القيود المفروضة. لكن خطوة منصة تيك توك تأتي طبعا بعد أيام من إعلان شركة ميتا حظر قنوات الإعلام الروسي من جميع تطبيقاتها على مستوى العالم بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام. لافت بأن هذه المنصة يعني هي شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك، وهي يعني شركة صينية في الأساس. العلاقات الصينية الروسية علاقات جيدة، لكن حظر تيك توك ربما هي رسالة من شركة بايت دانس أنها لا تتأثر بقرارات الحكومة الصينية، خاصة بأنها خلال أيام قليلة يعني تواجه محاكمة شرسة وقوية في الولايات المتحدة، 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة. هناك حتى ضغوط من الحكومة الأمريكية بأن يعني تبيع تيك توك حصتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي ربما هي رسالة سياسية بأن تقول للولايات المتحدة وشركات التكنولوجيا بأنها تسير على نفس النهج التي صارت عليه ميتا سواء المالكة لفيسبوك أو إنستغرام أو ما إلى ذلك. يعني نتفهم أنه فيسبوك وإنستغرام وواتساب تحضر وسائل أمريكية الروسية، ولكن بالفعل لافت جدا أن تكون تيك توك طبعاً الصينية نظرا لقوة العلاقات يعني. بالطبع، لكن لا أحد يعلم، ربما سيكون هذا سبب في اتصال هاتفي قريب ما بين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين. تم التباحث في هذه المسألة بكل تأكيد. جوجل هي الأخرى تواجه اتهامات مجموعات إعلامية فرنسية، تعتزم 7 مجموعات مقاضاة شركة جوجل ومطالبتها بتعويضات تصل إلى 1 مليار يورو بعد اتهامهم لها بممارسة سياسات احتكارية في سوق الإعلانات الرقمية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن غرمت هيئة مراقبة المنافسة الفرنسية شركة جوجل 220 مليون يورو في يونيو لإعطاء محرك البحث الأفضلية لخدماته الخاصة في قطاع الإعلان عبر الإنترنت. نوه كذلك إلى العواجل وما تحمله الجبهة من جنوب لبنان وشمال إسرائيل من تطورات. حزب الله يقول إن الهجمات على حيفا هي رد أولي على تفجيرات البيجر واللاسلكي. طبعا هذا الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء والأربعاء الماضي، ولكن هذا ما كنا نترقبه الآن ونقول إن كان سيخرج حزب الله ويقول إنه هذا هو الرد. الجيش الإسرائيلي كذلك يعلن رصد أكثر من 100 صاروخ أطلقت من لبنان اليوم حتى الآن. لكن هو في إطار حديث حزب الله ويتحدث بأن هذا الرد هو على تفجيرات أجهزة البيجر، ربما كذلك يكون هناك ردود أخرى تتعلق باستهداف قيادات قوة الرضوان في يعني ضاحية بالعاصمة اللبنانية بيروت أول من أمس، والتي أدت طبقا للأرقام قرابة 20 شخصين قياديان والكثير من العناصر في قوة الرضوان. ربما يكون هناك ردود أخرى من قبل حزب الله، لا نعلم طبعا، وهكذا نكرر دوما لا نعلم إلى أين ستسير الأمور.
لكن كما يتوقع الجميع ربما تذهب هذه الجبهة إلى المزيد من التصعيد في الأيام المقبلة. عاد حزب الله وقال إنهم 16 قياديا، ولكن لافت جدا هذا الإفراغ يعني لحزب الله من قياداته. بالأمس الجيش الإسرائيلي كذلك نشر صورة أظهر فيها بأن من بين 9 قياديين في حزب الله على رأسهم حسن نصر الله تم القضاء على 6، وهذا في إشارة بأن بالفعل استهداف القيادات يجري بشكل متسارع وبشكل كبير، وهذا ما تركز عليه إسرائيل بشكل خاص. وربما هذا يعني حتى في عطفا على الأخبار الواردة من إيران بأن إيران لم يعد لديها ثقة في التحقيقات التي يجريها حزب الله في الداخل، وأنها ستقوم ربما بإرسال بعثات لي يعني إجراء مزيد من التحقيقات سواء فيما يتعلق بالاختراقات داخل الحزب أو ما إلى ذلك. لكن بكل تأكيد يعني سنتابع طبعا على مدار أخبار الصباح وعلى مدار نشرات العربية على مدار اليوم كل التطورات معكم بكل تأكيد، خاصة وأن الجبهة تبدو مشتعلة بشكل كبير وستحمل المزيد من التطورات في الساعات المقبلة. إذن دراسة جديدة بيّنت، وهي من جامعة ساري، بيّنت أنه يمكن التلاعب بموجات الدماغ أثناء نوم حركة العين السريعة، هي مرحلة نوم مرتبطة بالذاكرة والإدراك. الباحثون أيضا استخدموا خلال هذه الدراسة تقنية تم تطويرها مؤخرا، وهي التحفيز السمعي المغلق، والذي يستهدف تذبذبات الدماغ أثناء النوم بطريقة دقيقة. الدراسة أكدت أن تذبذبات الدماغ تساعد في عمل الدماغ وكيفية تعلمه واحتفاظه بالمعلومات، كما يمكن أن تكون مقدمة لعلاج مشكلة الخرف. يعني مع هذا الخبر ننهي الساعة الأولى من أخبار الصباح، ولكن يبدأ صباح العربية بموضوعاته المتميزة. صباح الخير يا ريم. صباح الخير حنين وأسامة، واستوقفتني هذه الدراسة الجميلة صراحة اللي ممكن للزوجات أن تستغل زوجك وهو نايم، تعالي واشوف شيء في أذنه قولي له أعطيني فلوس، حبني أكثر، كل شيء لي أنا. فهذه حاجات حلوة صراحة، هذه الدراسات الجميلة استغلال المواقف. بالضبط، استغلال الدراسات العلمية. ده علم مؤدلج ده يا ريم، ده يعني أنت دي أدلجة العلم، دي جديدة. لا، وممكن نستخدمها أصلا مع الأطفال وهم نايمين، إنه أنت دكتور، أنت شاطر كذا، يعني ندخل فيهم هذه في العقل الباطن الأشياء اللي إحنا نفسنا هم يسوونها. تربية أثناء النوم ممكن، ليش لا. عموما عندنا فقرات متنوعة اليوم كالعادة، ولكن هناك تصريحات للفنانة ريهام عبد الغفور تقول إنها لم تستمتع بالأمومة وندمت على الزواج المبكر، ونحن نسأل من الأفضل الزواج المبكر والإنجاب سريعا أم تأخير الزواج؟ ما رأيكما؟ يعني الزواج المبكر له حسناته بكل تأكيد، يعني تحديدا إذا كان في يعني كمان حياة زوجية مستقرة فبيكون الزواج، ولكن إذا كنا نتحدث عن الأم بالتحديد ومنافع، أنا بشوف أنه هي بتقرر أنها يعني تكبر هي وأولادها مع بعض وتعيش معهم في شبابها، أم تحقيق ذاتها وحتى تنضج عندها غريزة الأمومة. دائما بيقولوا مع الثلاثينات تنضج بشكل أكبر، ولكن أظن هي مسألة شخصية بتحددها كل ست من الثانية. بس هي كمان يبغى لها صحة، يعني الموضوع يبغى له صحة، يعني لما تتزوج الواحدة يمكن في سن صغير وتخلف 3 أطفال مثلا وراء بعض، تحتاج صحة، مو زي مثلا لما تخلف مثلا في الأربعينات ما يكون عندها هذا الصبر وهذه الصحة وكذا اللي يحتاجها الأطفال وتربية الأطفال. إيش رأيك يا أسامة كرجل هنا؟ ما أعرفش، بس هو في النهاية مسألة الزواج المبكر دي ما أعتقدش أنها سليمة. المفروض أنه يكون يعني على مستوى الولد والبنت أنه ياخدوا وقتهم، 35 للولد كويس، 30 للبنت أعتقد أنه شيء جيد، بس الإنجاب سريعا في مسألة الزواج خطر كبير جدا. أعتقد أنهم بعد فترة الزواج، لأنه بيكون في تعارف حقيقي، كل شخص بيعرف شخصية الشخص الآخر على طبيعته، أعتقد أنهم محتاجين 2-3 عشان لو لا قدر الله في أي وقت حصل انفصال ما يكونش في طرف التضرر من هذه العلاقة، انتهت على الأقل بأقل الأضرار. لكن في كل الأحوال سواء زواج مبكر أو متأخر، على أي إنسان أن يتزوج، لا يجب لأي إنسان أن يعيش سعيدا بقية حياته. إيش؟ ما فهمت. مفاجأة لحظة فاجأني أسامة، يعني بس إنه يعني هي في الأخير هو زواج مرحلة لابد منها سواء صغار أو كبار. عموما حنناقش هذا الموضوع وغيرها بعد موجز الأخبار.